وتقدر طبعا تضيف لحد 6 بطاريات على التوازي هنا، مو بس 2، تقدر 6 هنا بهالمكان هذا تخليه، وهنا 6 وهنا 6 وهنا 6 حتى تستمر عندك اكثر. ايدي بدا بالرجوع. ها طريقة فحص الثرموكيبل، يعني ذاتي تعرفه يشتغل ولا ما يشتغل، مجرد انك توصله بالفولت ميتر وتخلي على 20 كيلو اوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم رجعنا لكم ويا طريقة ربط البي ام اس، هذا الكارت مال الشحن. الفيديو السابق أكو عندنا كارت شرحنا عليه، هو يتألف من 3 بطاريات ليثيوم، التركيبة مالته وشحنه، لكن هذا يشحننا 4 بطاريات ليثيوم. المخطط موجود على الكارت، هذا موجود هنا، يعني اذا تريد انت تدخل على الانترنت تروح للداتا شيت او المرتسمات اللي موجوده بالبيع والشراء، لكن افضل شيء هو موجود على الكارت. الكارت وين موجود عليه؟ موجود عليه بهذا المكان هنا، واضحين بالمخطط اللي موجود على يسار الكارت. باتري سالب، بي سالب شكل اول مره على البطاريه السالب، بعدين البي واحد يجي تسلسل، وبعدين البي 2 وبعدين البي 3 وبعدين البي موجب، تسلسل على البطاريات، ربط الخطوط. الأسلاك اللي موجودة هي 5 أسلاك حسب الترتيب هذا، 1 2 3 4 5، الأطراف 2 وذن 2 وذن 3 بالداخل، 5 أسلاك اللي يربط. الكارت هذا بعد أكو بي شي بالام تي سي، هذا اللي تشوفونه اللي موجود قدامكم رمز مال ام تي سي. الام تي سي هذا يدخل له هنا ثرموكيبل، تعرفون الثرموستات هي للتبريد، لكن الثرموكيبل هي للحرارة. هسه راح نتعلم طريقة رابط الكارت وبعدين نرجع على الثرموكيبل. الكارت الرموزي اللي موجود عليه هنا موجود البي موجب، هذا خط جهة البي موجب، وبي هنا مكتوب بي سالب، بي موجب وبي سالب. البي موجب والسالب هي الأطراف اللي على البطاريات، هذا طرف وهذا طرف. هذا طرف يبدي بي الموجب مال بطارية الليثيوم، وهذا السالب اللي موجود هنا هو السالب ثاني أطرافه. فالسالب يبدي هنا بي سالب، بي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة موجب، هذا الترتيب مال الطبلة مال بي ام اس. الشحن والتفريغ من هذا الكارت هو البي موجب والبي سالب، الرمز هذا يختلف، الحروف هاي تختلف، هذا بي وذني بي. التشارج ما يكون الشحن والتفريغ من نفس المكان، تدخل الشحن منه، واذا تريد تفرغ من عده تاخذ كهرباء تستهلكه ايضا من نفس المداخل ذني اللي تشحن منه تفرغ من عده. البي موجب راح يروح على البي مال البطاريه اللي موجود هنا، والبي سالب راح يروح على الطرف هذا. نبدأ النوبي من نبدأ بالسوالب، بعد ما ركبنا البي سالب نركب بي واحد على السالب الثاني على هذا المكان، البي اثنين يعني ركبنا البي واحد على السالب اللي بعده، ركبنا البي اثنين نركبه هنا البي اثنين، وهنا راح يتركب البي ثلاثة اللي هو هذا، وهنا الموجب بالأخير. اكتملت عندنا الربط مال الأطراف مال دوائر. هسه راح نركب عملي ونشوف شلون يربط بطريقه اسهل ان شاء الله. اخوان، هذا الفيديو هو فيديو حتى اذا احنا نعرف نربط الكارت، بس يعني احتمال مرات ننسى او يصير عندك اشكاليه بالربط، فترجع للمصادر، تروح مثلا لليوتيوب وتطلع الفيديو وتتذكر طريقه الربط مالت الكارت. لان قلنا الاغلاط اللي تصير بالربط بين الموجب والسالب، اذا صار عندك غلط بالكارت راح تحرقه التلفه. فبحياتنا اليوميه راح نستعمل هذا الكارت هواي، ومو بس المهندسين او الفنيين راح يستخدمونه، الناس العاديه هم تستخدم هذا الكارت تحتاجه،
بهواي شغلات عندنا بالكهرباء او الورش او غيرها او اي مكان متنقل تحتاج بيه شيء عالشحن راح تستخدم الكارت وتستخدم بطاريات وتجمعه وتشكله. وحتى اذا تسأل السؤال مو عيب، يعني حتى اذا انت مثل ما تعرف تدخل على الداتا شيت او ما تعرف المخطط تسأل، واي سؤال بالتعليقات انا جاوبك عليه وان شاء الله اللي اعرفه. فهذا الكارت هاي جهة الموجب كل بطارية وهاي جهة السالب كل بطارية، يكون التركيب مال البطاريات الاربعة بهذا الشكل التركيب مالها. هسه بالبداية راح اربط السالب على اعتبار انك تريد تربط ربط عادي، تبدي تربط السالب مال البطارية على السالب اللي موجود بالبوردة، وبعدين راح تتبع المخطط. هذا اول سلك هو على السالب. اوصله بالسالب اللي موجود على البوردة بهذا المكان. هذا اول توصيل للسالب. اوصل السلك الثاني اللي بعدها الحمه هنا على البطارية. لهمت الخط الثاني على البطارية حسب الترتيب. ونشوفه على البوردة وين يتركب. هنا مشر بعد البي سالب هو البي واحد. البي واحد هو هذا مكانه. بي وان. خلي عليه سولدر أول مرة. وبعدين وصل السلك. وهسه أوصل البطارية الثالثة. حسب الترتيب. المكان اللي راح نوصله حسب الترتيب والمخطط الموجود بعد البي واحد هو البي اثنين. راح نركب البطارية نوب على البي اثنين. هذا البي اثنين موجود هنا. خلي سولدر اول مرة. اكتمل هسه البي اثنين البطارية الثانية. هسه اوصل البطارية الثالثة بهذا المكان. ونشوف وين راح توصل حسب المخطط. هنا موجود بعدها يجي البي ثلاثة يتركب اللي هو هذا المكان. نوصل السولدر. وبعدين السلك. واخيرا بقى عندنا البي موجب. هذا اخير خط. هذا معروف الموجب يروح على الموجب بدون اي اشكال، وموجود على المخطط هنا على البوردة. اخير شيء هو البي موجب. اخير شيء بالبطارية هو البي موجب. نوصل على البوردة بالبي موجب هذا المكان. مخرج البي ام اس والمدخل مالته واضحات. المخرج والمدخل. البي موجب هو المخرج هو البي سالب،
والشحن ايضا من نفس المكان، الشحن والتفريغ نفس المكان. هذا هو الرابط النهائي للبي ام اس. بدينا بالبي سالب، ربطناه على السالب، البي واحد على الفاصلة اللي بعد مع البطاريتين السالب الثاني، البي اثنين على الفاصل الثالث هذا بين البطاريات اللي بالمنتصف، البي ثلاثة على هذا المكان، والموجب على هذا المكان الموجب. فالترتيب هو يكون سالب بي واحد بي اثنين بي ثلاثة، سالب بي واحد بي اثنين بي ثلاثة، وهنا الموجب. المخارج هي هاي، الموجب هذا مخرج التشارج والشحن، هو من ناسير والتفريغ. السالب والموجب على هذا المكان مأشرنا على البوردة بي موجب وبي سالب، وهذا المكان هو مال الشحن والتفريغ. وإذا أريد نفحصها هاي على المخارج اللي سويناها، هذا قلوب اشتغل. طبعا الكهرباء الخارجة هي منها 14 حسب الداتا شيت اللي موجودة من الشركة مالت هاي البوردة. هو تشغيل عادي لأي يو بي اس أو أي شيء تريد تركبه، هو يبدي بال 14. نشوف الحماية مالتها، فصلت طفت، ارجع اوصلها اشتغلت، سوي بيها دمج، شوف الحماية مالتها طفت. الجهد الخارج من الاطراف هو 14 فولت. ملاحظة قبل ان نتغير الموضوع الثاني، قبل ان نشرح على الثرموكيبل هذا، البطاريات ذني اللي موجودات اذا تريد قوي، اذا تريد استمرارية اكثر او اذا تريد امبيرية اكثر، تضيف لهم بطاريات مزدوجة يعني نفس هذا الترتيب، كل اثنين على التوازي، على التوازي وبالتالي كلهن على التوالي، تخليهن بهذا الشكل وتربطهن نفس الربط، هم يكون الموجب منها تربطه وتبدأ بالمنتصف، تبدأ النوب السالب بي واحد بي اثنين بي ثلاثة، والموجب هنا بالطرف، تحصل على كهرباء أكثر، استمرارية يعني أقصد استمرارية أكثر وأمبيرية أعلى. وتقدر طبعا تضيف لحد 6 بطاريات على التوازي هنا، مو بس 2، تقدر 6 هنا بهالمكان هذا تخلي، وهنا 6 وهنا 6 وهنا 6 حتى تستمر عندك أكثر. هسه نشرح على موضوعنا الثاني المهم اللي هو الثرموكيبل. الثرموكيبل هذا موجود بكثرة بالأجهزة مالات بطاريات اللابتوب، هاي موجود بداخل هذا الثرموكيبل، يعني اول ما تقول انا منين استعمله واشتغل بيه موجود هنا. اذا ما موجود عند اصحاب الالكترونيات اللي يبيعونها او الانشائيات، فاذا ما لقيت عند اصحاب الالكترونيات تفتح القطع وتستخرج من عند هذا الثرموكيبل، مثل ما قلنا هاي الحاويه هاي مالت البطاريات اللابتوب، وتلقاه ملتصق بهذا الشكل ملزق على البطاريه هيك ملصقينه بلاصق عليه، فتاخذه اذا تريد الطاوله تخليها سلك وشرينك ويترتب هذا الشكل. هذا الثرموكيبل يتركب هنا، اي دمج يصير بالوايرات او يصير عندنا لود زايد اي خلل، راح اذا حمت البطاريات حتى بالشحن اذا حمت راح يعطينا فصل تلقائي ويفصل لنا البطاريات عن البورده، يفصلها ويفصل الشحن يطفيه، والتفريغ ايضا اذا صار تفريغ او حمل زايد هو راح يطفيه. هو هذا الشيء يعني الشركة يقولون احنا ما متوازين عليه، نخليها بدون ثرموكيبل، لكن هو الثرموكيبل شيء مهم، كلش مهم، وانصح باستخدامه. وين يتركب هذا الثرموكيبل؟ يتركب على البورد هنا بهذا المكان، المكان اللي مأشر عليه انتي اسرح اراكم، هذا المكان الفتحات هنا موجودة،
اكثر البوردات البي ام اس موجود عليه هذا رمز MTC، هذا رمز الثيرمو كيبل، تتركب عليه الاسلاك بهذا الشكل، تدخل بالفتحات هنا وناصر بهذا الشكل. وهسه راح نحمل. والحين من الجهه الثانيه يكون افضل حتى ما اسبب اي ضرر بالاسيات اللي موجوده بديش الجهه. الخطين الحمام اللحام والثبات. طريقة ربط الثيرموكابل على البطاريات بهذا الشكل، تخلي عليه لاصق بهذا الشكل واللزقة على البطارية. هاي طريقة ربطه على البطارية. طريقة فحص الثيرموكابل هذا عن طريق الفولت ميتر، نخليه على 20 كيلو اوم الفولت ميتر، على 20 كيلو اوم، ونخليه على الاطراف مالت الثيرموكيبل، ونبدي نلامس المجس ماله، تبدي المقاومه مالته ترتفع وتنخفض بالحراره، كل ما زيد الحراره تنخفض. عندنا هذا نوعيه ثانيه، هذا موجود هسه انا محضره، هذا ثيرموكيبل ربطه على الفولت ميتر بهذا الشكل. هسه القراءة مالت الثيرموكيبل 8 تقريبا بالجو الاعتيادي، بس اذا لامس المجس ماله بايدي تبدي المقاومة بالارتفاع تدريجيا، وبعدها بنصير الحماوة على البطاريات الليثيوم راح ينطي عاز للموسفيت ويفصل الكهرباء او الشحن، يفصل التفريغ او الشحن عن البطاريات. ارفع ايدي بدأ بالرجوع. ها طريقة فحص الثيرموكيبل، يعني ذاتي تعرفه يشتغل لو ما يشتغل، مجرد انك توصله بالفولت ميتر وتخليه على 20 كيلو اوم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو استفادته من عده، وحتى اذا ما استفادته بشيء استفادته بشيء اخر او تعلمته. شكرا لكل من شاهدني لحد هاي اللحظة، اللي ما مشترك اشترك بالقناة، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.